الغربال المسكوت عنه والمغضوب عليه. المسكوت عنه كلام مهم جدا في إصابة لاعب مهم بقيمة محمد محمود، لأنه إصابة لغز شوية خلت فيه طرف مغضوب عليه. تبص على الفيس، تبص في أي مكان، الجهاز الطبي الدكتور، الجهاز الطبي الدكتور، وكأنه الدكتور فجأة اكتشفنا أنه هو اللي بيعور الناس مش هو اللي بيعالجهم. لاعب يصاب يبقى الدكتور غلطان، برضه مش فاهمها ازاي. لاعب يتأخر عودته للملعب يبقى الدكتور غلطان. الدكتور يا جماعه مسؤول عن التشخيص. كل حالات التشخيص اللي خاصه بلاعيبه النادي الاهلي الجهاز الطبي فيها موقفه سليم 100%. ربما التشخيص المبدئي بتاعهم الدكتور خالد بتسبق عمليات الاشعه، والاشعه اللي بتتعمل بتاكد التشخيص المبدئي اللي طلع. لكن فكره اللاعب يتأخر في العوده دي مسائل خاصة بالتأهيل. قصة الجراحة اتأخرت وطولت خاصة بالجراح، لكن خلينا ما نظلمش الناس في عملها وفي سمعتها المهنية. معلش، هو هنا حتة قاعدين نوضحها برضه يا أستاذ إبراهيم. الحقيقة ودي يمكن تحسب للجهاز الطبي، إن الجهاز الطبي عندما كان تشخيصه المبدئي بيتحط اللعيب بيسافر ألمانيا لفرض رغبة النادي في تحقيق أكبر قدر من الرعاية، الخلاف كان بيجي من ألمانيا. وهنا النقطة دي النقطة اللي لازم الناس تتنبه لها. وضح لنا دلوقتي اللي حصل مع محمد محمود. محمد محمود أجريت ليه جراحة تانية في غضروف الركبة. هو كان عمل رباط صليبي، أول ما بدأ يرجع منه ويتأهل سبحان الله في أكتوبر السنة اللي فاتت جاله رباط صليب تاني في التمرين. مفيش حظ أسوأ من كده. غاب من أكتوبر لغاية دلوقتي يعني سنة كاملة بيجهز وبيتأهل. لما بدأ يدخل في التدريبات بدأ يحس بألم في الركبة. الدكتور خالد محمود قال إن في غضروف. محمد محمود كل ما بيتمرن في الألم موجود. الدكتور طلب إن هو يسافر. سافر. لكن في كلام كتير جدا، حتى في موقع كورة قال لك المسكوت عنه في إصابة محمد محمود. الراجل نفسه محمد محمود عبر عن ده على الفيسبوك بنفس راضية وقال اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لا اعتراض يا رب. وكلام كتير حوالين إصابة محمد محمود وتفاصيل كتيرة جدا في المشهد الكروي. ايه هو المسكوت عنه؟ ايه يعني؟ انه عايز يقول ان في بعض الحاجات مسكوت عنها وغامضة مش مفهومة.